الحمد لله ومن بعد سنه ديال الاشتغال قدر الحزب التجمع الوطني للاحرار انه يوجد واحد البرنامج طموح واللي عرضوا على جميع المناضلين على جميع الجهات ب 13 بما فيهم الجهه ديال مغاربه العالم. كاينين حوايج جداد اللي تزادوا دابا في الحزب ديالنا اللي هي التواصل اللي ولا عندنا، يعني ولينا كنتواصلوا مع بعضياتنا كاعضاء بعدا اولا ومع القيادات ديالنا حتى هما تيهبطوا عندنا كيجيو عندنا. الحمد لله اليوم حزبنا ولات عنده مرجعيه واضحه، ولا عنده تموقع واضح، ولا عنده عرض سياسي متكامل وعرض سياسي لم يغفل لا صغيره ولا كبيره في انشغالات المواطنين في القضايا والتحديات الكبرى. يا المنظور الجديد في المشاكل التنميه اللي سيتعانى الشباب منه مشاكل الصحه التعليم الهشاشة الفقر. حزب التجمع الوطني للأحرار ليس وليد اللحظة. هذا الحزب هذا ليس حزب العاطفة، ليس حزب البكاء، ليس حزب المصادفة، ليس حزب خارج عن هوية المغاربة. هويتنا كمغاربة دائما سنحافظ عليها، ولا يزايد علينا أحد بما يمكن أن يخصص به نفسه دون غيرنا. بصفتي طالبة مغربية بالخارج، حزب التجمع الوطني للأحرار هو الحزب اللي مشى عند مغاربة العالم. استمع لهم وتحاور معهم. لو كان عندنا نموذج تنموي في بلادنا حتى هو جاي من الأرض الواقع، أنه كياخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الحقيقية الاقتراحات ديال المواطن، لكننا قادرين نحلوا عديد وعديد من المشاكل. اليوم ليس اختتام لأشغال حزبنا بل فقط بدايتها، ويدا في اليد سنواصل المسار. إشارة اللي خصنا نلتقطوا اليوم من هادشي كله هو ان اليوم عندنا واحد الرئيس وعندنا القياده ديال التجمع الوطني للاحرار اللي كتامن اعطاء الكلمه للمناضلين، اعطاء الكلمه للقاعده، لان اليوم الا كنا غنستمعوا العمل اللي هو الثمره ديالنا كاملين فهو عمل ديال جميع المناضلين من شمال المغرب الى جنوبه. تنميه هاد البلاد صبحوا تيشاركوا فيها جميع التجمعيين والتجمعيات بالديمقراطيه الداخليه بالتشبيب وكذلك بالمسؤوليه. هذه ماشي مجرد شعارات، إنما هذه قيم ومبادئ. تجمع كبير بقيامه ومبادئه، تجمع كبير بمساهمته في تنمية الوطن. تجمع هو الأمان، تجمع هو الحاضر، والتجمع هو المستقبل. من هنا من أكادير عرضنا استراتيجية ديال العمل ديالنا، استراتيجية مستمدة من المقترحات ديالكم والآراء ديالكم والأفكار ديالكم. ظروف النشأة التي جعلت الأحرار يتحدون على كلمة واحدة تعيد نفسها اليوم. لقد وصل منسوب ثقة المغاربة في السياسة أدنى مستوياته أمام عجز الأحزاب على التأطير والتكوين، حتى برز واحد الطيار. هذا الطيار استغل فقدان ثقة المغاربة في المؤسسة الحزبية، وهو فقط طيار العدمية لا مبالاة بالشأن العام، النفور من السياسة، طيار بغى ينشر الإحباط في صدور الشباب وفي نفوس المواطنين، طيار كيستغل أزمة القيم في المجتمع ديالنا. والهدف ديالنا هو نرجعوا الثقة للمغاربة في السياسة من خلال الاستماع إلى صوت المواطن المغربي. بغينا نقدموا البديل ونديروا يدنا في يد كل مغربي كيتقاسم معنا هم التنمية ديال البلاد. ما يمكنش نديروا السياسة بلا مرجعية واضحة ومفهومة عن الجميع. المرجعية اللي اخترتوا في المؤتمرات الجهوية
هي الديمقراطية الاجتماعية. لا قيمة للسياسة دون منظومة موحدة من القيم، وقد اخترتم بنسبة كبيرة تعزيز ثلاث قيم. القيمة الأولى هي المساواة، ليغاليتي، كلنا سواسية. والقيمة الثانية اللي اخترته هي المسؤولية، لا ريسبونسابيليتي، كلنا مسؤولين. والقيمة الثالثة اللي اخترته هي التماسك الاجتماعي، يعني لا كوميونيتي. بغينا نبنيو مجتمع قائم على التماسك الاجتماعي، مجتمع كتقوم فيه الدولة بدور التمكين للمواطن من خلال المؤسسات. شكراً. الكثير من الشباب خاصة من حاملي الشواهد كيعانيوا من أجل الحصول على فرصة عمل، لذلك نرفع اليوم تحدي خلق أكثر من 2 مليون ديال مناصب الشغل في أفق 2025، وخلق فرص شغل راهين بتشجيع الاستثمار الخاص وتحفيز المبادرة الذاتية وتحسين مناخ الأعمال، وهذه أهم مكونات رؤيتنا في مسار التقدم. أخوات الإخوة، لا يمكننا في مسار الثقة أن ندعو إلى العدالة الاجتماعية دون أن نصلح قطاع التعليم، لأن التعليم هو الذي يحدد تطور كفاءات المغاربة وبالتالي ارتقائهم في السلم الاجتماعي. ولهذا كنقترح إجراءات اللي غادي تمكننا من القضاء على الهضم الدراسي إلى غاية 15 سنة. بغينا نترافعوا باش جميع أولاد المغاربة اللي عندهم 3 سنوات يستافدوا من التعليم الأولي لبريسكولير. بخصوص التلاميذ اللي قطعوا الدراسة ديالهم لأي سبب من الأسباب، فإننا نقترح إجبارية الإدماج ديالهم في منظومية التعليم غير النظامي أو التكوين المهني. ما يمكنش يبقى على برا. غادي في مسار الثقة نقترح تحسين ظروف العمل للأساتذة وتمكينهم من التكوينات اللازمة والمواكبة الدائمة قصد القيام بواجبهم. وبغينا نحفزوا نساء ورجال التعليم ونحسنوا الدخل ديالهم، وغادي نطالبوا بتفعيل نظام التعويض على العمل في المناطق النائية. أما بخصوص سبل تجاوز أزمة الجامعة المغربية، فمن لازم نقوم بإصلاح جامعي شامل كيهم تدبير الجامعة والمضامين البيداغوجية، ولابد من ترفعه من أجل إعداد نموذج بديل للتكوين المهني، نموذج مبني على المزاوجة بين النظرية والتطبيق، خاصة من خلال التكوين بالتناوب، باش نغيروا الفكرة اللي كاينة عند البعض واللي كتقول بأن الطلبة ديال التكوين المهني وبعد التخصصات التقنية ما عندهمش آفاق واعدة من بعد التخرج ديالهم. أيتها المناضلين والمناضلات، إذا لم يتم إنجاز إصلاح شامل وعاجل ودائم لقطاع التعليم، فإن المغرب سيفوت عليه فرصة الاستثمار الجيد والناجع لإمكانية شبابه. لا يمكننا كذلك أن نتحدث عن عدالة اجتماعية دون إثارة الصعوبات والإكراهات اللي كتواجه المنظومة ديال الصحة ديالنا. صعوبات تواجه المريض بمجرد ولوجه للمؤسسات الطبية. في مسار الثقة بغينا المواطن يستفيد من خدمات صحية جيدة أسرع وقت ممكن وبتكلفة أقل، وكنعتبروا بأن إصلاح قطاع الصحة كيبدأ عبر ضبط مسار العلاج. لهذا غادي نترافعوا من أجل العمل بنظام طبيب الأسرة، باش الأسرة المغربية يكون عندها طبيب خاص بها وقريب منها. طبيب الأسرة هو اللي غادي يقرر كل ما يتعلق بصحة الأفراد ويوجههم في مسار العلاج. أطباء خصهم نظام أساس خاص بهم، ونمكنهم من أجور كتلائم مع طبيعة العمل اللي كيقوموا به والبلاصة فين خدامين. الأحرار اليوم كيفتحوا المجال لأي مواطن مغربي غيور على بلاده وكيطمح للمساهمة في كسب هذا الرهان، وكيتقاسم معنا نفس القيم والمبادئ والمرجعية، لنضع خلافاتنا جانبا ولنفكر في المستقبل ديال وطننا وفي المستقبل ديال أولادنا. نمعوني على الله ثم عليكم باش نؤدي الرسالة ديالنا
بصدق وأمانة، ووفقنا الله جميعا لما هو فيه الخير الأمة، والسلام عليكم. أغواس أغواس.